جامعة التنمية البشرية جامعة غير ربحية، قبل هذه الأزمة المالية أيضا ساعدت الطلبة الأعزاء من حيث دفع الأجور الدراسية، وفي هذه السنة غيرنا بنود إعطاء الأجرة الدراسية من قبل الطالب إلى 5 أقساط في ظل هذه الظروف الصعبة، وهناك تنسيق بين الجامعة وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإقليمي كردستان لبحث سبل المساعدة من قبل الجامعة للطلبة الأعزاء. أستاذ الدكتور لا يمنا خير بس زابو تشوي شاهد بغوبين لما كدوش ديواني أتواني لأخبار أبغي إنه والله أني مانا اشتوى مانا.